بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. متابعي قناة مستر نورو للمعلوميات، سعيد أن أتواجد معكم في حلقة جديدة التي سوف أتحدث فيها عن تطبيق يكون مهم على الهواتف الأندرويد. أولا قبل أن أبدأ في الشرح، لو كانت لك أول مشاهدة لقناتنا لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. شيء ثاني، جميع روابط التطبيقات تقوم بتحميلها أسفل هذا الفيديو من موقع مستر نورو للمعلوميات. يمكن أنك تستعمل تطبيقات كثيرا على هاتفك، ومن أهم هذه التطبيقات هي تلك التي تكون خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن من حين إلى آخر لا تريد كثرة الأسئلة التي تأتيك ويعرف الناس بأنك متصل وتريد أن تشاهد مباريات أو فيلم أو ما شابه ذلك. كل ما عليك إلى تحميل هذا التطبيق، حيث منه تستطيع أن تقوم بقطع اتصال على أي تطبيق تريد، وبتجربة مباشرة سوف تلاحظ ذلك، ولا تأتيك أي رسالة سواء على الفايبر، واتساب، ماسنجر، أي شيء كان أو أي يعني شخص يقوم بإرسال إليك رسالة أو حتى الاتصال بك لا يعلم بأنك متصل على الإنترنت بشكل نهائي. هو تطبيق بسيط، سوف تقوم تحميله كما أخبرتكم أسفل الفيديو. بعد تحميله يأتيك هكذا نت بلوكر، تضغط عليه لتقوم بتثبيته. بعد الضغط عليه يعطيك بعض المعلومات التي تكون عليه، كل واحدة تكون على خير، يخبرك أن تضغط عليه من هنا ويعطيك بعض المعلومات always on mode، يعني لتقوم بتفعيلها بشكل يعني دائم، وهنا الباتري حتى لا يقوم ب يعني نقص في الباتري. تضغط عليه، تبحث في التطبيقات التي تكون optimized وتقوم بتحويلها إلى not optimized، تضغط عليه من هنا وثم تضغط على يعني نت هكذا، تبحث عليه ليظهر معك نت بلوكر كما تلاحظ معنا هكذا. بعد أن ظهر معنا تقوم بإيقافه من هنا بهذا الشكل مباشرة، وبعدها تعود إلى يعني الأمور التي تكون عليه ويخبرك بها هنا أخي الغالي. يوجد هنا بعض الأمور التي تقوم بتعديل عليها، إذا أردت غلقها تضغط عليه من هنا من هنا ومن هنا. لتفعيل هذه الميزة ما عليك فقط مباشرة تحويل كلمة off إلى on، وهكذا الآن سوف يبدأ بالعمل. اختار التطبيق الذي تريد أن تقوم بإيقافه. مثلا نحن سوف نجرب يعني التطبيق لنلاحظ ذلك، نضغط على الخيار من هنا ونبحث على جوجل كروم مثلا. نضغط على كروم، ها ولكم يأتيك كروم من هنا، تضغط عليه سوف يصبح هنا باللون الأزرق وعليها خط هكذا. الآن بعد الدخول إلى جوجل كروم كما تلاحظ معي، نضغط على أي تطبيق لا يقوم بالعمل عليه. انظر معي جيدا، الآن وضعت رابط موقعي لم يستطع الدخول إليه لأنه يعمل في الخفاء، أو يعني قام بإيقاف الإنترنت أو قطع اتصال الإنترنت على هذا التطبيق. نقوم الآن بإعادة يعني الاتصال، وتلاحظ انظر معي أصبح أوفلاين مع أنني استعمل الواي فاي كما تلاحظ. لو نذهب إلى مكان آخر، يعني لو نستعمل مثلا على سبيل المثال الفيسبوك، سوف تلاحظ أنه يعمل بشكل عادي. انظر معي جيدا، هو يعمل عادي جدا، كل شيء يعمل إلا المتصفح جوجل كروم. انظر معي جيدا، هو أوفلاين أوفلاين. نقوم الآن بالضغط عليه من هنا ونأتي إلى كلمته هذه التي تكون خاصة به، أو تعيد إعادة إيقافه مرة أخرى من هنا. انظر معي جيدا، ما إن أدخل أقوم بريفرش يبدأ بالعمل عادي جدا. انظر معي جيدا، الآن أصبح يعمل بالطريقة السهلة وبدون أي مشاكل. هذا بالنسبة إلى جوجل كروم. كما أخبرتكم تختار أي تطبيق تريد الإيقاف عليه مباشرة، ما إن تضغط عليه يقوم الآن بالتوقف. مثلا نكتب واتساب، يظهر إليك واتساب، تضغط عليه يقوم بإيقافه. لو تأتيك رسالة يعني أو يعني أنت متصل لا يعرف ذلك الشخص أنك متصل بشكل نهائي. يوجد هنا ثلاث خطوط، بعض الأمور خاصة بالإعدادات، بلوك آل خاصة يعني التطبيقات التي تكون على هاتفك. بهذه الميزة كما أخبرتك تستطيع منه أن تقوم بمشاهدة أي شيء على هاتفك أو استعمال هاتفك أو الإيقاف يعني الدردشة. يعني بعض الناس من حين إلى آخر تكره من كثرة استعمال رسائل، تقوم بإيقافها بهذه الميزة التي تحدثت عليها الآن لمدة معينة من الوقت، وبعدها يقوم بإعادة تفعيلها كما أخبرتكم. من هنا تختار أي تطبيق، مثلا سوف نجرب تطبيق آخر، أي شيء يعني يساعدك، وتستطيع حتى يعني اختيار التطبيقات التي تكون خاصة بالسيستم. يعني حتى أنت الأمور هذه لا تهمك كثيرا، يهمك التطبيقات التي تقوم بتثبيتها، ولكن انظر معي جيدا هنا يخبرك حتى show only system apps، يعني ظهور التطبيقات خاصة
الخاصة بالنظام فقط. كما أخبرتكم هذه الإعدادات لاختيار الشكل الذي تريد أن يناسبك على هاتفك، تستطيع التطلع عليها واختيار الأمور التي تساعدك. توجد فيه الصيغة المدفوعة وهي الخاصة بقطع بعض الإعلانات والأمور الأخرى التي لا تكون مهمة كثيرا على هذا التطبيق. إذا أردت شراء تستطيع الضغط عليها وشرائه من جوجل بلاي مباشرة. أتمنى هذا التطبيق قد نال إعجابكم. لو نال إعجابكم لا تنسوا نشره حتى تعم الفائدة بيننا. وكما أخبركم دائما، لو كانت لك أول مشاهدة لقناة مستر نور المعلوميات، لا تنسى الضغط على زر الاشتراك، تفعيل مع خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد. لا أطيل عليكم أكثر من هذا، أستودعكم في الله الذي لا تضل ودائعه، وسوف نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مع السلامة.